السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلمة. نعرف اللي وخرت عليكم ياسر هذه المرة، توحشتكم، ما نعرفش انتم توحشتوني ولا لا. المهم انا توحشتكم وتوحشت الحديث معكم. في الحقيقة عندما نتكلم معكم يعني انا عبارة على اني نفكر بصوت عالي. كما قلت لكم الافكار متاعي ديما نرجعها ونعاود نفكر فيها ونشوف شنو الصحيح وشنو الغلط. وانتوما زادة وقت تسمعوني تفكروا وتراجعوا افكاركم وتبدلوا افكاركم وتتوقفوا على التعصب لاي فكرة، لان الانسان وقتها يتعصب الفكرة من الجمش ينطلق إلى فكرة أخرى. العقل متاعنا مجعول باش يتطور، مش باش تؤمن بحاجة وتقف عليها إلا الحاجات الواضحة والأكيدة اللي ما فيهاش نقاش. انتم تعلموا اللي الانشغال متاعي أو الغيبة متاعي نتيجة العمل في حركة تغيير شمال إفريقيا، اللي نطلب من الأشخاص اللي يسمعوا فيا من شمال إفريقيا أن ينضموا لهذه الحركة، الذي نأمل أن تغير المنطقة وتغير شمال إفريقيا، ولما لا تكون مثل لمناطق أخرى لكي تتغير. بعد الغيبة الطويلة هذه منحبش معناتها ندخل في مواضيع عميقة ومفصلة، أما نحاول باش نرجعوا للموضوع متاعنا بشوية بشوية بطريقة كما نقولوا احنا طبيعية وسلسة. سلسة يعني سهلة، مفهوم ياسر ما يفهموش بعض الكلمات العربية، خاصة اللي معناتها المواطنين الشمال الإفريقيين اللي عايشين في أوروبا. المهم احنا بدينا بسلسلة نتكلموا فيها عن ما يسمى الإله أو الرب. وقبل ما نرجعوا للسلسلة بتاعنا حبيت تكون هذه الفيديو مرة أخرى مقدمة باش نجموا نواصلوا الحديث. انتم تعرفوا اللي أي شعب عنده اسم يرمز للخالق، كما مثلا بالفرنسية جو، ولا مثلا بالهولندية خود، ولا مثلا بالإنجليزية جود، ولا مثلا بالإيرانية خدا. يعني كل شعب عنده اسم خاص بالإله بصفة عامة، يعني مش بإله محدد. ثم عنده الآلهة متاعو الأخرى، فهمت، كيما آمون وكيما تانيت وكيما وغيرهم من الأسماء اللي تتسمى أسماء آلهة، لأن كلمة الله هي في الحقيقة لو نجي وإحنا نبحثوا، فهمت، في مسألة الله نلقاو هي ماهيش كلمة تقصد الله بحد ذاته، فهمت. الكلمة اللي تقصد الله في اللغة العربية هي الرب. يعني عندما نجي ونقولوا نترجموا كلمة جو جود خدا خود نترجموها رب. والعرب كان عندهم عدة آلهات، اللات والعزة وغيرها، وكانوا يسميوهم الكول، فهمت، هذا كما يسمى الأرباب. وكلمة الله هي في الحقيقة معناتها اسم من أسماء الآلهة، لا ليس مقصود بها الله بالمطلق. فما عدة مثلا بحوثات يقول لك اللي الله معناتها كان صنم موجود في العراق وكان ما عندوش معناتها أوصاف، وكان يسمى إله القمر، وإن بعض العرب اللي سافروا للعراق وللشام جابوه للمكة وكان موجود داخل الكعبة،
وكان معناتها ليس له وجه، ما عندوش وجه، وكان معروف انه اله كما نقولوا احنا حزار، اله متجبر، اله ذكوري. فهمت؟ حتى ان في السيره يقول لك اللي اللات هي المؤنث لله، المؤنث لله، لان القرشيين وتشافوا ذاك الاله الصعيب اللي حطوه في الكعبه، فهمت، عملوا له آلهة أخرى سموها اللات، يعني أكثر لطف. لكن عندما جاء الإسلام ودمر كل الأصنام، وكان محمد عنده ميل لهذا الإله من بين الأصنام الكل، معناتها عندهم 20,000 منعرفش يقولوا 365 على حسب عدد الأيام آلهة وأكثر من ذلك، فهمت، دمرهم الكل وخذاء الله اللي هو ليس اسم عام. لو نقول اسم عام هو الرب، فهمت، أما الله هو اسم خاص لإله معين، هو إله القمر. ولكن وقت جاء الإسلام وتم تزوير اللغة العربية لكي توافق الإسلام، أصبحت كلمة الله هي التي تترجم جو أو خدا أو خود أو جود. لا، الرب هو الذي يترجم الله وخود وجود وكل معناتها الأسماء العامة. الله هو الإله المفضل لمحمد والجماعة متاعو اللي آمنوا به، فضلوا على كل الآلهة، صحيح معناتها ما صنموهش، يعني ما اعترفوش بالصنم متاعو، لكن اعتبروه هو رب الأرباب وفوق كل الأرباب، وحطوه في السماء وحطوه في العرش والكرسي وعملوا له هاي الأمان، فهمت. المهم يعني اللي حبيت معناتها نأكد عليه هي كلمة الله هي ليس معناتها ليس هي الكلمة العامة للإله، وإنما هو إله العرب، أحد آلهة العرب اللي فضلها محمد. احنا عندنا مثلا في شمال افريقيا كان عندنا اكوش، فهمت، امون اللي معناتها جايه منه كلمه عند التوانسه امان. علاش نقولوا احنا امان؟ امان يعني بحق امون، امان يعني نطلبك بامون، هي تسمى كفر كما قلتها لكم، نظن قلتها لكم في فيديو سابقه. معناتها هو اله عربي. اذا انا وقت نجي باش نترجم كلمه الله للأمازيغية، فهمت، ما تترجمش، على خاطر هي الصفة. هذاك علاش مثلا وقت يجيو يترجموها في أوروبا ديما يقول لك الله الله، ما يترجمهاش جو، لأن الكلمة اللي تترجم جو وخود وجود وخدا هي كلمة رب. يعني عبارة على المصريين مثلا افترضوا، ولا أي شعب آخر عنده إله يفضلوا اسمه مثلا آمون، ويجي يقول لك آمون برك هو اللي موجود، وهذاك معناتها بعد آلاف بعد معناتها مئات السنين، فهمت، تصبح كلمة آمون هي صفة تترجم لديو وخدا وغيرها من الأسماء. نظن هذه الفكرة واضحة اللي حبيت ننبه عليها. معناتها بعض الأمازيغ يقول لك معناتها الله 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 هو إله العرب، انتوما كان باش تؤمنوا بحاجة، أؤمنوا بالرب، فهمت، أؤمنوا بالرب اللي هي صفة عامة، كما مثلا الفرس، فهمت، ما يقولوش الله، يقولوا خدا، يعني ما يؤمنوش بإله العرب، بالنسبة لهم إله العرب ما يعترفوش به، إنما يؤمنوا بقوة أخرى اللي هي عامة، اللي هو خدا، اللي على حسب اللغة متاعهم. فهمت؟ حتى في الأمازيغية نفس الشيء. تو ما نجمش نجي نرد أكوش هو الله. أكوش أحد الآلهة، أمون أحد الآلهة، تانيت أحد الآلهات. هذا إيش حبيت نقول لكم في المسألة هذه. أما إحنا تو شي همنا في الله، وهل كان صنم، وهل اللات خرجت منه ولا لا، وهذايا معناتها الكتب الصفراء الكثيرة جدا اللي فهمت
معناتها ممتلئة بها المكتبات في شمال أفريقيا اللي ما تنفعش وتزيد فوق هذاك الضر. احنا نحب نتكلموا على الله توا مسلم يجي يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهو لا راه لا الله ولا كلمه لا الله ولا حكاه معاه لا الله ولا شاف محمد لا من البعيد لا من القريب، الكلها عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان. خلينا نفكروا وحدنا بعيد على الكتب الصفراء هذه، وبعيد على هذه الكتب المقدسة وهذه الخرافات الكل. سيدي فما إنسان يقول لك أنا عندي إيمان إن لهذا الكون خالق، فما حتى مشكلة، هو حر. المشكلة عمرها ما كانت إنك تؤمن بإله، أو رغم اني نحبش نستعمل كلمة الله، أن تؤمن برب أو لا تؤمن برب، لأن هذه هي الكلمة الصحيحة، هي الرب. الله هو أحد الآلهة العرب، كيما اللات. كان جاء محمد يحب اللات راتوه في بلاصة الله فما اللات، وكان جاء محمد يحب العزة راتوه عنا العزة، هي الله. خلينا نبعدوا على هذه الكتب الصفراء والكتب القديمة وهذه الخرافات وهذا التاريخ المظلم، وننظروا للكون بنظرة حسب مستوى الوعي اللي وصلنا له توا والعلم اللي وصلنا له توا. نعرف اللي هذا الشيء صعيب، نعرف ليس من السهل انك ملي تتولد ويقولوا لك هذا راهو اسمه مثلا ملعقة مغرفة، اسمه مغرفة. بعد 30 سنة 40 سنة تتلاقى مع شعوب اخرى وكل شيء، تجي تشوفه تلقى هذا لا ما اسموش ملعقة، هذا اسمه ستيلو قلم. تقول لهم لا هذه ملعقة، بابا قال لي انها ملعقة، امي قالت لي، عائلتي كاملة، الناس الكل تقول في المدينة نتاعي وفي عائلتي ان هذه اسمها ملعقة، كيفاش انتم تسميوا هذا قلم او ستيلو؟ كيفاش؟ نعرف صعيب، صعيب ياسر باش نخرج من الاطار اللي احنا موجودين فيه. اذا انت تجرد فكر وحدك وقتها تؤمن بإله مش مشكل، تقول يا سيدي الكون هذا خلقه إله. ولكن المشكلة الكبيرة مش معناتها الإيمان برب، لا، المشكلة الكبيرة هو عندما تقول إن هذا الرب قال أعمل هكا وأعمل هكا وأعمل هكا وأعمل هكا. هذا الرب نجم يكون عنده 20,000 صفة، علاش ما يكونش هذا الرب يعني خلق الكون وخلق الإنسان عن طريق نظام تطوري علمي، مش عن طريق أعجن عجينة وردوا فخار ومن بعد صلصال ومن بعد فورمو ومن بعد انفخ فيه من روحك. شنو هي المسخرة هذه؟ شنو هي المسخرة؟ ما هو يقول للشيء كن فيكون، شبي ما قالش كن فيكون؟ لماذا معناتها تجي تقرأ في الكتب الصفراء بعث الملائكة جيب لي من الأرض كذا من الماء كذا وجاب لي من التراب الأحمر ومن التراب الأسود ومن التراب الأبيض ومن الماء العذب ومن الماء المالح ومن الماء المر، هذاك علاش جعل المر موجود في الوضنين والمالح موجود في العينين والحلو موجود في الفم، وهذاك علاش احنا مختلفة ألواننا، من بعد عجنه وخدم آدم وخدم حواء، يعني معناتها فريمون في الحقيقة يعني قصص صبيانية، يعني قصص صبيانية انك تصدق حاجات كيما هكا. يا سيدي كي باش تؤمن برب، اؤمن برب في المستوى، اؤمن
برب، يعني معناتها أوجد هذا الكون على قوانين وعلى أنظمة دقيقة وعلى تطور طبيعي. أؤمن برب يعني أوجدك أنت في معناتها في الكون هذا لكي تفكر بعقلك، مش باش تتبع لي قال فلان وقال فلان، ولا يجيك واحد مهبول ولا واحد مزطل يقول لك راني رأيت الله وقال لي أن تفعل كذا اذبح ابنك، أو جاءني الله قال لي كذا وكذا، أو جاني الهدهد كلمني وقال لي راه فما ملكة في اليمن تعبد الشمس. يعني عاود أقرأوا القرآن، أقرأوا هذه الكتب المقدسة بتاعكم، عاودوا أقرأوها. وهذا سليمان ونملة وكلمته نملة، والآخر بلعته حوت وقعدت في الحوت. يعني في الحقيقة شيء مؤسف، شيء مؤسف إنه راجل بطوله بطبوله بشلاغمه بلحيته، ولا امرأة فهمت تؤمن بهذه الخرافات. إذا احنا مش نحاولوا في الفيديوهات القادمة نتكلموا على الرب، علاش لا نحطوا الافتراضات، فهمت نحطوا الافتراضات، يمكن يكون فما إله خلق هذا الكون بطريقة علمية فهمت منطقية واعطاك عقل باش تخمم، ونطرحوا الأسئلة اللي يطرحوها المسلمين ولا المسيحيين ولا كل الأديان، ميهمناش فهمت. المشكلة مش مشكلة الإيمان برب، المشكلة في هذه الخرافات اللي تراكمت عبر العصور مئات السنين، كل واحد يألف كل واحد يزيد حاجة. تعرفوها كل اللعبة بتاع واحد يقول كلمة للآخر، واحد يقول كلمة للآخر حتى من بعد تلقى كلمة أخرى، هذيك هي الأديان. واحد تعرش عليه طلعت له فكرة قالها الآخر، من بعد الآخر قالها الآخر، الآخر قالها الآخر، توا شنو عندنا؟ عندنا إسلام، مسيحية، يهودية، مئات آلاف الأديان بالتفاصيل ومعناتها والمساجد متاعهم والمعابد متاعهم والكلام الفارغ اللي ما عنده حتى قيمة. إذا باش نواصلوا في الفيديوهات متاعنا وباش نتكلموا عن الرب جو خود جود خدا، مانيش باش نتكلموا لا على أكوش لا على تانيث لا على لات لا على العزة لا على الله لا على آمون، هذه أسماء آلهات، وإنما نتكلم عن الله في المطلق بصفة عامة. أرجو أن تعذروني على التأخير، وأنا أعدكم أني باش نرجع كل أسبوع في الفيديوهات نحاولوا باش نخموا مع بعضنا. أنا نقول اللي نفكر فيه، وأكيد آلاف مئات فكروا كيفي. إذن احنا نفكروا مع بعضنا، علاش لا؟ بلكش انتم ما عندكم فكرة أخرى في التعليق، نقرأ ساعات فكرة جديدة فهمت، ونحاولوا باش نلقاو الحاجة اللي تناسبنا. بعض الإخوة يقولوا لي أنا مانيش ملحد أنا ربوبي، فما حتى مشكلة، شنو فيها؟ ليس المهم أن تكون ملحد أو ربوبي أو لا أدري، المهم أنك تكون أنت والحاجة اللي معتقد فيها نفس الوعي، في نفس درجة الوعي، لأن كل ما الوعي يكبر، كل ما العقل يتحرر، كل ما تفهم حاجات، كل ما يتنحى الخوف، كل ما تولي واثق من نفسك وماكش خايف. هذا الإله العروبي الإسلامي الجبار المتكبر الماكر المنتقم دمرنا. تعرف شو معناها دمرنا؟ هذاك علاش أنا قلتها ونعاود نقولها فهمت،
هو أكثر واحد دمر شعوب بالترهيب والترغيب الفارغ. هذاك علاش كما قلت لكم احنا شعوب مريضة نفسيا، محتاجين إلى علاج نفسي، بالفعل محتاجين إلى علاج نفسي. عندما نحكي مع المسلمين يعني حالات معناتها مزرية، يتكلم على حاجات ماهوش فاهمهم، قالوهم له، قالك الله، كيفاش ما تصدقش بالله؟ وكان تموت وتلقى الله موجود، هاتوا جاوبكم، الأسئلة نتاعكم الكل مقيدها، 17 سنة وأنا نحكي، نكتب، ما كنتش نحكي، والأسئلة اللي سألوهم للمسلمين الكل عندي مكتوبة، بالواحد، آلاف الأسئلة، والمشكل إن هذه الأسئلة تتكرر دائما، وأنا نحاول باش ناخذ الأسئلة اللي تخص الله ونتكلم في الفيديوهات القادمة حول هذا الرب، ليس الله، نقصد الرب، خاطر الإله أنا هذه حاجة معنتها متهمنيش، إله العرب والمسلمين متهمنيش، خلينا نتكلموا على الله في المطلق، ويكون حديثي موجه للربوبيين واللا أدريين، فهمت؟ أكثر، ونجاوب على بعض الأسئلة متاع المسلمين على حسب المنطق وعلى حسب مستوى وعي، وكلامي ليس مقدس وليس حقيقة مطلقة، احنا نفكروا ونتعلموا ونعيشوا وكل يوم في تطور، هذا هو الكون، على هذا يسير الكون، فلازم نكونوا متلائمين مع الكون. وشكرا على توزيعكم الفيديوهات، وشكر للكثير اللي سألوا عليا، ومع فيديو قادم، وبسلام.